معقولة؟ معقول يا البيت هالحزة؟ ودي شين البيت لابن صاف الليالي؟ لمتي يا نادية كذي؟ لمتي؟ اصحي يا نادية، تحملي المسؤولية، شوفي البيت والعيال. نادية، انت مو نادية اللي انا عارفه، المتزنة المسؤولة. انت شفيك؟ صار لك يا نادية؟ نادية، واللي سلمك ردي علي، اتقي الله في بناتك، حرام عليك. شوفيهم، شوفي مصالحهم، شوفيهم ايش يبون. يا رب ايش فيه صار لها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا رب تخليها تصحى من اللي هي فيه قبل لا تضيع وتضيع بناتها. يا رب يا رب نور بصيرتها وارحم حال هالبنات وارحم حالي. يا رب طلبتك يا رب. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل. هلا هلا، مو يقولون حماتك تحبك الا امك تحبك. تعال تريك تعال اخي على الكلام. شنو صباحي حلو؟ هلا هلا، شلونك امك؟ زينه، انت شلونك؟ تمام. هاي امه بشر، ايش رايك برانيا؟ عجبتك ولا لا؟ والله امه البنت حلوه ما فيها شيء بصراحه، قلبي ارتاح لها وايد. إيه هذا الحكي الحلو؟ يعني خلاص أقول حق أمها أنا عجبتك؟ يما نطري شوي شوي، نطري خل البنية تاخذ قرار، يمكن أكون مو عاجبها. شنو؟ وحاصل لها بسام الناجي. منو بسام الناجي؟ يما ترى عادي اللي قاعد تقولينه. مسلسلات قبل يقولون شي بسام الناجي بسام الناجي، شخصية عادية تطلع بالشارع مشهورة حلوة عادي. واي أنت كلت قشمر؟ ما تمل من القشمرة؟ يعني خلاص؟ نتوكل على الله؟ نقول لها ان موافقين؟ عشته وما عرفتك وانت تستحي. عطني عطني توست. شنو؟ عطني التوست خلنا ناكل، كليت قبلي وخليتني. ايش رايك شنو مستحي؟ شوف شوف يما. بس عاد يلا. ألو؟ هلا والله. شنو الموضوع؟ إن شاء الله إن شاء الله. أوكي. يلا مع السلامة. سامحيني، سامحني لأني ما قدرت الحب اللي عطيتيني إياه. سامحيني، سامحيني لأني كنت جبان، ما قدرت أوقف بوجه الكل عشانك. كمل ولا تبي أنا أكمل عنك؟ أنت حبيت ريم ها فيصل؟ أي حبيت ريم، شفتها أنسب لك. هي عمرك نفس عمرها، نفس الجيل،
اشكالكم راكبه على بعض. حبيتها وهذا الصج. صرت الحين انا اكبر مشكله بحياتك، تبي تتخلص منها باي طريقه قبل لا اي احد يكتشف. طالعني فيصل، ليش مو راضي تحط عينك بعيني؟ خايف تضعف ولا حاس بالذنب ولا شنو بالضبط؟ وعمري ما راح انسى اللي بيننا ولا راح انساك. انا فاهمه، فاهمه كل شيء. طلقني فيصل، طلقني وانت حل من كل وعد وعدت لي بيوم من الايام. طلقني خلي احس ان عندي شويه كرامه ما تروح كلها معك. طلقني خلي اتذكر يوم من الايام موقف حلو لك. خلي احس ان انا اللي هديتك مو انت. طلقني فيصل، طلقني. حبيبي ايش رايك بهذول؟ اي مزينين. واي اغراض اليهال تينن. ابي اشتري كل شيء، ابي اشتري كل شيء صراحه، ما ابي اخلي شيء. فواز ايش رايك نسافر كم يوم؟ يعني منها نغير جو ونستانس، وبعد منها اشتري اغراض حق البيبي. لا مزاجي مو مال السفر، حاسس ان انا كذي مرتاح وما ابي اسافر. واذا على الملابس توك تقولين كل شيء فيه بالنت وفيستي عندك، خذي منها اللي تبين. على راحتك. رسول الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله،
يا عاد ابراهيم حبيبي نام، تعبت والله. للحين ما نام؟ اي والله قاعد انطر ابوه، انشغل عنه وايد. ليش فيكم شي طولتوا؟ ماكو، بس فيصل قاعد يقول لي انه غدا مستغالته ويبينا يكلم ابوي عشان يدام عندنا بالشركه. اي والله زين، بس حبيبي بس والله متى قاعد احاول انام ومو راضي ينام. اعطيني اليوم انا بنوم. هك ما اشطر عليك اليوم، بالعاده تحط راسك وتنام ولا يحوس بهالبيت رايحه راده. شوف ايش علامه. يلا نام. انت بابا بيت بابا. بس هسه ما ندير بالك لينام، خليه يجيب رضعته بقبل. ان شاء الله. يلا. واي واي بس حبيبي بس بيبه. انت من صدقك سلمان تسالني ان كاني موافق ان اخوك فيصل يشتغل معانا بالشركه؟ انت تدري فيني، انا قايل لك من زمان كان زين فيصل يجي يشتغل ويانا. تسلم يبا ما تقصر، وكلنا ما نطلع من ايزاك. وانت الصاج يا سلمان، عمي خير مغرقنا كلنا، عسى الله يخليك لنا ويطولنا بعمرك ان شاء الله. عسى الله يحفظك يا ولدي يا فؤاد. اقول اتصل في اخوك وقول له خلي يجي علشان يشتغل ويانا. حاضر يبا، اللي تامر فيه يصير. الحمد لله اللي الله رزقني فيكم يا عيال، انكم تقومون وياي وتساعدوني، ورزقنا بعد بفؤاد النسيب الطيب. ترى والله يا فؤاد اني احسبك واحد من عيالي. وانا يا عمي بعد عادك حسبة الوالد، عسى الله يقدرنا ان شاء الله ونرد جمايلك. الله يحفظك يبا. تفضل يا اختي. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن انت اللي شفتك في فرجنا من كم يوم؟ اي عدل صح. شو الصدفة؟ صدفة حلوة. بعد عمري، بس تسمحي لي اخلص المعاملات اللي بيدي وافضالك. اي على راحتك، انا مالي مستعيلة. حبيبتي تسلمين. سلام، شلونك؟ تمام؟ هلا والله. ريم للحين ما خلصتي؟ كان الحين اخلص. زين المدير يبي الملف؟ ان شاء الله دقايق يلا. ايش قاعد تسوين انا واوديهم؟ وايد فشله. شو الفشله؟ توك بداية تحمس، لا تحركين وايد. مشكورة حبيبتي. والحين شلون اقدر اساعدك؟ عفوا اختي. شلون اقدر اخدمك؟ انا كنت جاية اخلص معاملة، بس بطاقتي المدنية منتهية، فراح اضطر اجدد البطاقة وارجع لك مرة ثانية ان شاء الله. حبيبتي تعنيتي على الفاضي. لا ما عليه، كل شيء نصيب. حبيبتي جعلها خير ان شاء الله. على العموم هذا كرتي، اي شيء تبينه انا حاضره. شكرا. عن اذنك. هلا ابو يوسف، ان شاء الله الحين هيك. تمريني على شيء ثاني بعد؟ شكرا. مثل ما قلت لك رقمي موجود، في اي وقت كلميني. ان شاء الله. فواز، شفت ملابس البيبي شلون تينا؟ زين. شوف هذا؟ شوف اللون امانه. خلاص 24 ساعة مجابله التليفون ولا مجابله لبس اليهال ولا ما ادري شو مجابله. خلاص قطعنا مباراة.
فوز انا مو مصدق انه راح اجيب لك ياهل. هذا الشيء اكثر بوايد من اللي انا كنت احلم فيه. الحمد لله يا رب. زين هذا الوردي. الو هلا يما شنو؟ يما انت متأكدة؟ ماشي ماشي مع السلامة. فواز امك فيها شيء؟ صباح الخير يما. صباح النور. وين رايحه؟ انا مزهبت لك ريوق من الصبح، بتريقين معاي؟ عليك بالعافيه، معزومه مع رفيجاتي بنت رايق برا. الا ما قلتي لي شلون حمد معك؟ والله ما ادري. يعني شلون ما تدرين؟ زين مو زين؟ عاجبك؟ مرتاحه معه؟ شوفي يما، يعني اموره طيبه معي الحمد لله، والريال حبوب وحنون، بصراحه خوش ريال. والخوش ريال هذا تبينه ولا ما تبينه؟ لحد الحين ايه، بس يبي لي بعد شويه وقت. ننطر هالشويه وقت. يلا عليك بالعافيه، باي باي. لا عافيك، حافظك الله. ملفر تعال شوفي من عند الباب. يس مدام. وين بابا عصام؟ هي جو اولريدي. ماما سنا وين؟ جاست ناو هي ليف. منو؟ مدام مستر فواز. صدق اللي سمعته؟ انخطبتي يا بنت عمي؟ بتروحين تعيشين مع واحد غيري؟ وجوابي ايش راح يغير؟ هذا انت اخترت واحده غيري وتزوجتها، وانا بعد من حقي اعيش حياتي وحب. وانا مو انا عصام، ولدك ما فكرتي فيه. انا افكر بعصام وبنفسي. عمال وانا وانت خلاص قصتنا انتهت. ومسامحتك يا فواز، مسامحتك دنيا وآخرة، وأتمنى أنت بعد تسامحني. بس أنا للحين أحبك. مال أنا عمري ما حبيت غيرك. قال هنا ترى هنا غلطة، ومستعد أطلقها الحين إذا تبين. أنا ما أعرف أصلاً أحب غيرك. ردي لي. ردي حق ولدك. ولدك محتاج لك، وانا محتاج لك اكثر من ولدك. الله يخليك ردي. انا للحين شاريك. ما اقدر. اللي بيني وبينك خلاص انتهى فواز. لا تعاند. واذا انت تحبني صدق، اتمنى لي السعاده والتوفيق. حتى لو صار هالشيء مع ريال غيرك. انا ما راح اقدر انساك. بتظل ولد عمي. وأبو ولدي و...
والله هذه الساعة المباركة اللي أشوفكم متجمعين يمي يزينكم والله. أما أنت يا سلمان والله إنك فكيت أبوك من تعب ومن جهد مجاب لطول عمري. أحسن شيء سويته يوم إنك استغلت من وظيفتك ويتجابلت وياي. أنت تدري إيش فكيتني منه؟ فكيتني من هالجولات هذه الميدانية اللي أطلع فيها حق هالمشاريع اللي كل واحد بقلعة وادرين. أشوى إنك جيت يا ولدي، شلت عني نص الشغل والله. الله العالم. وأنت يا النسيب يا زينك والله. أنت فكيتني من الحسابات والتدقيق، أجابل هالفلوس هذه يمين وشمال وقعد واركض وطالع بهالملفات، أشوى إنك جيت وفكيتني من كل هذا. هذا الحين الدور على فيصل تبارك الرحمن. نبيك تتعلم تجابل وتساعد أخيك وتساعد النسيب إن شاء الله. الله الله بالشغل إن شاء الله. أدري فيك ما أنت قاصر. ألو سلمان، انت هيك بقى اللي يرحم والديك، لا تخليني بروحي. انا للحين احبك. لما صج تفارقنا صدقيني صدقيني ما تغير شيء. أعلم أنك بقلبي اللي يرحم والديك، ما تخليني بروحي. لا تفهميني شد حيلك، أعطيني فرصة أعطيني فرصة. بدوري خسرتي. اقول هدي انا بلعب. وش خسرت ايبي؟ بلعب. بس ما شبعتهم من النجره؟ ماي اركدي يمه، خلاص انت بتدشين الجامعه وللحين حاطه دوبك ودوب على اليهال. ايديده ترى مو ياهال، ترى صرت كبيره. خلاص يا كبيره ولا تزعلين. هات الكبيره هات. ويه اوه حتى انا بلعب بهدوء. أختي بتلعب بهدوء. حلوك. زين ايش رايك بالفكره اللي قلت لك عنها؟ الفكره والله يا خالتي وايد حلوه، بس انا خايفه لان خسر وتروح علينا بيزاتنا. انت ليش متشائمه كذي؟ ليش نخسر يا يمه؟ انت تدرين ان انا عندي زباين وايد ويتمنون افتح محل علشان سيدي يجون وياخذون اللي يبون بدون طلبات وبدون توصيل وبدون لويه. وبعدين لا تنسين أنا عندي أفكار وايد، ممكن نسوي قريبة سمسمية ينضيف على المحل. لا تحاتين يا يمة، وإن شاء الله بتشوفين وبتعرفيني عدل. بس يا خالتي هذا المحل من بإجابة له؟ ترى المثل يقول عينك على حلالك كدوة، يعني ما يصير نهيته حق العمال، لا حسيب لا رقيب، فلوسه تروح علينا. ها علشان كذي يمة أقول لك تركي الدوام وجاب لي المحل. خليني يا يما نجرب حظنا، يمكن يضرب معانا الحظ حالنا حال غيرنا. سمعي كلامي وإن شاء الله بإذن الله ما راح تتحسفين. وبعدين يا يما الخير راجع لك ولبناتك. وليش لا أترك دوامي مثل ما هو ترك دوامه، وبشذي أكون قطعت كل خيط بيني وبينه، بنسى وأكمل حياتي وجابل شغلي وبناتي، وابتعد عن أي مكان يذكرني فيه وبلقانا.
إبراهيم؟ إبراهيم؟ إبراهيم، في شيء مهم ولازم تعرفه. أنا صدق وافقت إنك ترجع حق وداد، بس ما في مرة بالدنيا إن ترضى ريلها يب عليها شريكة، فاهم ولا لا؟ لا تنسين إن وداد زوجتي قبلك وأم لعيالي. ما نسيت هالشيء هذا، بس أنت لا تنسى، أنا مو لعبة بيدك. مرة تحبني، مرة أنا الزينة وهي اللي مو زينة. الحين ترجع لها؟ أنت صدق ظالم. جميلة، أنت لك العشيمة والكرامة، عمرك ما غثيتيني ولا زعلتيني. ما أقدر أغثك، أبداً ما أقدر أغثك. عشان ما غثيتك ولا عمري أذيتك، وصنتك وصنت بيتك، وربيت بنتك أحسن تربية، وخدمتك بينك وبين أهلك. الحين أنا اللي مو زينة؟ شفت العيبة بمنو؟ جميلة، أنا كبرت وداد بعد كبرت، ما أبي أبرر ذمتي. أنا حاسس إني ظلمتها من يوم طلقتها وخليتها بروحها مع العيال. ظلمتها لأنها اهتمت بروحها، ما حد وياها، جابلت عيالي وربتهم. الحين الوقت عشان أبرر ذمتي.
حبيبتي وين رايحة؟ بتشرى. اي بس تشري، اشتريته وايد حبيبتي. انت قاعد تبخل علي الحين؟ لا مو ابخل عليك، بس يعني ما يمدينا الطيارة. خلاص خلاص ازعجتني. هذا حلو اللي قدامك. هذا؟ ايه. شوفي. عادي. شوف البلوفر. تصدق حلو بس احس زين. شوف اللي بسام على نوف. شلونك؟ خير؟ تعرفينه؟ حبيبنا هذا. هذا بسام، كان سكرتير الوالد قبل بالشركه. اي حياه الله. يا هلا يبا. منو الاخ؟ اعرفك، موسى عبد الرزاق الريلي. موسى عبد الرزاق شلونك؟ هلا يبا. هلا هلا حياك الله. معك بسام الناجي، ابوي عصام الناجي. هلا عمي. هلا هلا والله. مبارك. شلونك؟ طيب شلون الوالد؟ طمني عنه. شو اخباره؟ شو صحته؟ شايل علي يقول ما قعدت مره المكتب. صاج صاج وياه حق، ان شاء الله من عيوني بيله. حاضر حاضر عمي. شوفك مرتي رانيا زوجتي وحبي وام عيالي وكل شيء بحياتي. الساعة المباركة يبا. يا هلا حياك الله. شلونك طيبة؟ يلا استاذن. هلا سلمني على الوالد. يا صل حبيبي. سلم عليه وايد. انت شلون تقولين لي هذا كان يشتغل عند ابوك؟ ترى ذبحتني انت الثاني. ايش؟ لمتر سوي لنا دعاية بس؟ 3.5 دينار ونص. تفضلي. عليكم بالعافية حبيبي. عاد معك. لا يمه خلي. عاد معك. لا لا انت بس بشر الزباين. شلون؟ عليكم السلام. ورق عنب 5 دنانير. عليكم بالعافية، حياكم الله. تفضلي. إن شاء الله بيعجبكم بتونا مرة ثانية. حياكم الله. أم محمود ليمتد، هلا هلا بالدعاية بس. زين عطيني خان عندي دينا. لا يمه حياكم حياكم. ديدا ديدا انا وياك اتفقنا. لا يمه انت بس تباشرين الزباين.
والفلوس عندي أنا. سميتيها؟ نادية. أنا آسف، كان المفروض أقولك من أحبك. أحبك. أنا أم